National Geographic Channel presents A Planet in Motion. نشر رجل الفضاء سكوت كيلي هذه المقاطع بتقنية الفاصل الزمني للشفق القطبي على حسابه في تويتر. كيلي التقط صور من محطة الفضاء الدولية أثناء مهمة تستمر على مدى 342 يوما. الصور تعرض ظاهرة أورورا بورياليس المعروفة باسم الشفق القطبي الشمالي. كما تعرض أيضا ظاهرة أورورا أستراليس المعروفة باسم الشفق القطبي الجنوبي.